أنهى قرابة 146 ألف طالب اليوم الأول من امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي للعام الحالي بتقديم مبحث التربية الإسلامية. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها وفرت كل الإجراءات لضمان سير الامتحان بسهولة ويسر، حرصا على مصلحة الطلبة وتعزيز الأجواء الإيجابية والطمأنينة لديهم. الامتحان كان جدا سهل والاسئله منيحه وما في شيء طويل، وبتوقع على الاغلب انه كل الطلاب حيكونوا طالعين متفوقين ان شاء الله. الامتحان حلو مو سيء، وكثير يعني اسئله، في كثير اسئله سهله، في مراعاه للفروق الفرديه، بس يعني ممكن يكون في يعني انا شخصيا يمكن في كم سؤال احتجت انه انا افكر فيهم، ومش كثار هم الحمد لله، يعني لحد 80% 85% ممتاز بالنسبة لي. مراعين الفروق الفردية، ما في أي توتر، والامتحان كان سهل يعني ما في أي صعوبة. كان كل إشي منيح، يعني من مراقبة، من وضع، من ترتيب، من شرح كيف استخدام الماسح الضوئي وهيك، والامتحان كان كثير سهل. أول ما دخلنا أعطونا ورقة الماسح الضوئي وعبينا رقم الجلوس والأشياء، الاسم والمجال والتخصص وهيك، وبعدين وزعونا الأسئلة وكل شيء كان منظم وتفقدوا كل شيء. أول ما دخلنا عطونا ورقة الماسح الضوئي، عبينا رقم الجلوس، وبعدين وزعوا علينا الورق وحلينا الامتحان، بعدين سلمنا الورق. أسئلة سهلة سهلة، يعني متوسط لسهل، ما كان في سؤال صعب، لا الحمد لله. الامتحان كان كتير سهل ومباشر، اللي دارس وحافظ بيمشي بالمادة. في ناس رح يحكوا إنه في تركات، في مواجهات بالصعوبة، بس ما في إشي، الحمد لله كان سهل وكتير مباشر كان الامتحان. كلنا كيف الإجراءات وكتبنا الأشياء، بعدين خف التوتر شوي وحلينا برواق، والامتحان كان سهل. من عمان ينضم إلينا مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. إذا دكتور محمد، نتحدث لربما بداية عن تقييمكم بشكل عام لسير الإجراءات فيما يتعلق بهذا اليوم الأول. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة صار بشكل طبيعي وفق المخطط له، وما وردنا إلى غرف العمليات أي ملحوظة أثرت في سير الامتحان. هذا أكدته كذلك الفرق الفنية والإدارية اللي تشرف على عقد الامتحان. جميع التقارير اللي وصلتنا من فرق الوزارة اللي بتشرف على عقد الامتحان ومراقبته أكدت أنه أبنان الطلبة في جميع المراكز الامتحانية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة قدموا الامتحان في أجواء مريحة دون أي تحديات تذكر. الوزارة بالنسبة لأسئلة الامتحان بتعدها دائما وفق جدول مواصفات مدروس بعناية. الأسئلة بتكون دائما متوازنة وما بتخرج عن المنهج المقرر، وبتراعي الفروق الفردية بين الطلبة. كذلك احنا الوقت بيكون مناسب. الملاحظات اللي وصلتنا او الشكاوى عن طبيعة الأسئلة لغرف العمليات كذلك منخفضة ولا تكاد تذكر. وهذا اللي أكده الفرق الفنية اللي ناقشت الورقة الامتحانية بعد نهاية الامتحان. احنا في عنا فريق من المتخصصين والمشرفين التربويين اللي بيناقشوا الأوراق الامتحانية بعد نهاية الامتحان وبيكتبوا تقرير وبيحددوا فيه مدى مناسبة الأسئلة ومراعاتها لمستويات الطلبة، وأنها خالية من الأخطاء، وأن الزمن كان مناسب، وأن الفقرات جميعها من المنهاج المقرر. والحمد لله رب العالمين الورقة مطابقة للمعايير اللي أقرتها الوزارة. نعم، وهذا أيضا بشهادة مجموعة من الطلبة دكتور محمد كما استمعنا قبل قليل. إذا ما تحدثنا الآن عن أي رصد لأي مخالفات معينة، عدد واضح فيما يتعلق بذلك، وأيضا ما يتعلق بعملية تصحيح التي تبدأ غدا لربما لهذا المبحث. المخالفات في اليوم الأول محدودة، خصوصا إذا قارناها بعدد الطلبة الكبير اللي بتقدم اليوم. هل لديكم عدد دكتور؟ العدد لا يتضح الآن، لأنه ما زلنا إحنا بنستلم الطرود والتقارير من مديريات التربية والتعليم في مرحلة الفرز، فممكن يوم غد تتضح الصورة. لكن إحنا من خلال غرف العمليات الانطباع الأولي بأنه درجة الانضباط كانت عالية في اليوم الأول والمخالفات في حدها الأدنى. وأنا بشكر جهود المؤسسات المساندة للوزارة اليوم اللي كان لها دور كبير من تمكين الوزارة تطبيق إجراءاتها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، وزارة الصحة ووسائل الإعلام وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبخص بالذكر جهاز الأمن العام اللي كان له دور كبير اليوم في تنظيم حركة السير وتوفير إجراءات الحماية اللازمة للامتحان.
نعم. فالحمد لله يعني بشكل عام الامتحان لليوم الأول كان منضبطا، وإن شاء الله أنه كل أيام الامتحان على هذا المستوى. نعم. بالنسبة لعمليات التصحيح، احنا في عندنا نوعين من عمليات التصحيح. في عندنا تصحيح أوراق الماسح الضوئي، وهي تبدأ منذ اليوم الأول، ولها إجراءات كثيرة ومراحل تدقيق، وتزيد عدد المراحل قد تزيد عن 12 مرحلة، ودقة النتائج هي 100%. تصحيح الدفاتر هو بخص المباحث اللي فيها أسئلة إنشائية. احنا عندنا يوم الخميس إن شاء الله امتحان اللغة العربية، وهذا جزء منه إنشائي، سيبدأ تصحيحه يوم السبت. عندنا 38 مركز تصحيح بتغطي كافة محافظات المملكة، وعندنا عدد من المصححين من المشرفين التربويين والمعلمين المختصين في المبحث يقارب عددهم 9000 مصحح. وكذلك عملية التصحيح هي عملية طويلة ودقيقة. هذا فيما يخص عملية التصحيح. فيما يتعلق بالأحوال أو الظروف الجوية دكتور محمد، نحن الآن في فترة الصيف وشهدنا موجة حارة، من المتوقع لربما أن تأتي بعض الموجات خلال تقديم هذه الامتحانات. ما هي الإجراءات التي تخدموها بهذا الشكل، لأن العملية أيضا تحتاج إلى الجهد والتركيز من الطلبة في ظل هذه الظروف؟ احنا أولا بنتابع مع أحوال الطقس أولا بأول، وإحنا من البداية وضعنا استعداداتنا للأجواء الحارة اللي عادة بتكون بالصيف. الأغلب قاعاتنا جزء منها مكيف، واللي ما بتوفر فيه تكييف توجد فيه تهوية ومراوح على الأقل مروحتين في كل غرفة. المناطق الحارة مثل العقبة والأغوار الغالبية العظمى من القاعات هي مكيفة. كذلك الماء البارد متوافر لأبنائنا الطلبة والقائمين على الامتحان، وإن شاء الله يا رب تكون أجواء لطيفة طيلة أيام الامتحان. فيما يتعلق، أعود قليلا إلى عملية التصحيح دكتور، ذكرت الإجراءات والتسلسل فيما يتعلق بالماسح الضوئي وكذلك التصحيح للدفاتر لما يتعلق بالمباحث التي تحتوي على إجابات إنشائية. الآن العملية كاملة إذا كانت تبدأ غدا، هل من توقعات بانتهائها بشكل تام؟ نحن أولا بأول يعني اليوم بدأنا بمبحث التربية الإسلامية، وبعد غد نبدأ بمبحث اللغة العربية، والعملية مستمرة. وإحنا عندنا تنجز عملية التصحيح، لكن تبقى عمليات التدقيق مستمرة إلى ما قبل صدور النتائج. يعني حتى لو صححت أوراق الامتحان والدفاتر، عمليات التدقيق مستمرة لآخر لحظة حتى نتأكد بأنه الدقة وصلت إلى 100%. نعم. هل تأخذ وقتا طويلا ما بعد انتهاء الامتحانات؟ عادة في الدورة الصيفية النتائج تحتاج إلى ما يقارب الشهر بعد آخر امتحان. نعم. أشكرك كل الشكر مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الشحادة. ينضم إلينا من عمان الخبير التربوي محمود مساد. سيد محمود، أهلا وسهلا بك. إذن مضى اليوم الأول بخير كما يبدو من هذه التغذية الراجعة من الطلبة فيما يتعلق بطبيعة هذه الامتحانات. اليوم نتحدث عن أهم العوامل التربوية التي يجب أن توفر لهؤلاء الطلبة لتقديم أفضل ما يمكن. أشكرك سيدتي، يعني أنا سعيد جدا أن أسمع من الطلبة هذا الانطباع، انطباع يعني يدعو للتفاؤل. والامتحان يعني بشكل رئيسي حتى يجيب الطلبة بشكل أفضل هي الموضوع، موضوع الراحة والطمأنينة والاستقرار النفسي. وهذا يعني كان هذا الامتحان العتب اللي يعني تساعد في إذكاء هذه الروح وراحة الطلبة. هذا يعني موضوع جميل وإيجابي، والإيجابي أكثر أيضا أن هذه الأسئلة يعني وطبيعة الامتحان الذي تم يعني تقليدي، بمعنى أنه يعني على نفس الغرار اللي كان سبق في العام الماضي واللي قبله. يعني الامتحان يسير بطريقة الأسئلة فيه من الكتاب المدرسي ولا شيء من خارج الكتاب. وهذا أنا سمعته يعني انطباع أيضا من مسؤولين في الوزارة ولا في أيضا اللي أشرفوا بيشرفوا على الامتحان، وأيضا من الطلبة، إنه هذا الامتحان امتحان من الكتاب، ويحتاج الطالب إنه يكون حافظ وقادر على التذكر، خاصة بعد أن يذهب توتره في الدقائق الخمس الأولى، فيجيب بطريقة يعني جميلة وممتازة.
الآن هل هذا الهدف، وطبعا هذا ما يهمنا الآن لأنه لا نريد أن نشتت يعني الطلبة ولا أفكارهم، ولكن هل هذا يحقق أهداف التعليم كنظام؟ مش أهداف الطلبة، أهداف الطلبة طبعا ما لهم مجتمع بأنه زي ما أخذوا درسوا يركز بالامتحان فبيستجيبوا إليه، وهمهم طبعا العلامة، والعلامة لا تأتي إلا من هذا الطريق. لكن هل حقق النظام التربوي أو النظام التعليمي أهداف الامتحان بعد مرورهم بمراحل من التعليم، يعني حوالي 12 سنة من عمرهم، هل لديه ما يكفي لتحقيق هدف التعليم اللي هو يعني إعداده للمستقبل، تفاعله مع محيطه في المستقبل، قادر على أن يعني يتفاعل بطريقة إيجابية وناجحة؟ نحن تحدثنا عن المنظومة التعليمية بذاتها وعن العملية التامية كاملة، أنا نتحدث فقط عن هذه الفترة، صحيح؟ لا صحيح، هذا 100%، أنه إذا بدنا نحكي عن الواقع وما هو ممارس على أرض الواقع والامتحان والتربية الإسلامية، فأعتقد بأنه نجحت الوزارة وسينجح الطلبة، لأنه من يحفظ ينجح ويحقق يعني درجات عالية. ولكن الذي لا يهم الطلاب هو أنه هل تحقق من هذا الامتحان الثانوي العام كلها والامتحانات الأخرى أهداف التعليم بشكل عام كنظام، فهذا يعني موضوع شك ويحتاج إلى كثير من التحليل وكثير من الحوار والاختلاف في الآراء طبعا لصالح تطوير هذه المهمة للتعليم. نعم، إذا ما تحدثنا عن الخطة فيما يتعلق بالامتحانات الحالية لديها جانب كامل فيما يتعلق أيضا بأداء الطلبة اليوم، برأيك وبحسب ما تراه هذه التوزيعة فيما يتعلق بالوقت المخصص للدراسة وتقديم الامتحانات هل يبدو كافيا؟ هل من طريقة أخرى للتعاطي مع هذا هذه الامتحانات، أم أننا نتحدث لربما عن أساليب قد تفضل تربويا ليقدم هؤلاء الطلبة أفضل ما لديهم؟ شكرا للسؤال. يعني هذا الواقع يجب أن يكون مبني على دراسات اجتماعية وسايكولوجية بالنسبة للطلاب. يعني إذا كانت مدة الامتحان تستغرق قريب الشهر أو تزيد عن 15 يوم، فمعنى ذلك أنه بصير فيها مدعاة للملل والتوتر، طيلة الفترة بتعطي نوع من الفتور. وبعض الدراسات والآراء بتقول لا، أنه كلما كان الامتحان ممتد على فترة أطول كلما أعطى فرصة للطلبة أنهم يدرسوا. هذا يعني الإجماع الأفضل أنه نأخذ بين الحالتين. يعني ما يكون اليوم مثلا في تربية إسلامية في يوم فراغ وبعدين لغة عربية، في امتحان بصباح وامتحان بعد الظهر، هذه يعني يرتاح لها بعض الطلبة وقد لا يرتاح أيضا بعض الطلبة. لكن البرنامج كبرنامج يجب أن يكون ممتد، لأنه فئات الطلبة يعني كثر من تخصصات مختلفة، أدبي وعلمي وصناعي وفندقي وكذا، هذه الفئات تحتاج إلى برنامج أطول. ولكن الطالب الذي يستطيع أن يعطي امتحانه بفترة متوسطة، لا هي بالقصيرة جدا ولا هي بالطولة، يعني يكون في يوم قبل امتحان صعب أو له ورقتين صباحية وبعد الظهر، فربما يحتاج إلى هذا الوقت. ولكن في بعض المواد السهلة اللي يعني الفراغ فيها ربما يكون يعني ليس له ضرورة، فالأمر يعني يتوقف. ولكن الوزارة بجوز يعني بنت جدولها على دراسات وعلى واقع يمكن مريح أكثر، ربما القاعات والطبيعة التنقل والإشراف وكذا أملى مثل هذا البرنامج. يعني على كل حال إنه الطلبة المهم إنه كون البرنامج معهم مسبقا، فربما نعم يكونوا قد تكيفوا مع هذا الوضع. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير التربوي محمود مسد.